اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ومصر جميله الاربع 16 اكتوبر. النهارده الحقيقه عندنا موضوعين هنتكلم فيهم، يمكن من اجمل الموضوعات اللي هتكلم فيها النهارده هو موضوع الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير الجديد. الحقيقه يمكن اكبر متحف في العالم، بيضم اثار وحضاره دوله واحده. الحقيقه هذا المتحف اللي افتتحه التجريبي النهارده تم فتح 12 قاعه من القاعات الموجوده بتضم حوالي 24000 قطعه، والمتحف ده مفتوح للجمهور من 8 صباحا لغايه 6 مساء. يمكن حضراتكم هذا الحدث اللي الحقيقه مر مرور الكرام، ولكن دي مش اول مره بيتم فتح جزء من المتحف، لكن الافتتاح الرسمي الكبير سيكون قريبا باذن الله رب العالمين. اهلا بيكم في مصر، اهلا بيكم في متحف الحضاره المصري او متحف الحضاره المصريه الكبير الجديد. ده كان اول موضوع هنتكلم فيه النهارده، هيكون ليها لقاء مع الباحث اول في الاثار، هكون معايا الاستاذه رشا حسن، هنتكلم عن هذا الموضوع وهنتكلم عن هذه التفاصيل الحقيقه اللي حصلت النهارده في افتتاح المتحف اللي تم الصبح النهارده لافتتاح التجريبي. تاني موضوع هتكلم عنه موضوع من اقوى مهرجانات في العالم، انا بقول في العالم لانها الحقيقه بايدي مصريه من كتير قوي تم افتتاحه وعملوا الحقيقه النهارده في دورته الأربعين، مهرجان الاسكندريه للسينمائي لدول حوض البحر المتوسط. هتشرف النهارده بلقائي مع رئيس جمعيه كتاب ونقاد السينما، الكاتب والناقد السينمائي الكبير، رئيس مهرجان الاسكندريه لدول حوض البحر المتوسط السينمائي. هيكون معايا الاستاذ امير اباظه، هنتكلم عن تفاصيل هذه الدورة للمهرجان اللي تمت من 1 لـ5 أكتوبر الحالي. بعد الفاصل مباشرة هيكون اللقاء مع هاتين الفقرتين، وهيكون بتفاصيل أكتر، وتعالوا بقى نشوف محتواها من فيديوهات واللي احنا بنتكلم عنها أثناء لقائي مع ضيوفي الكرام. بعد الفاصل أرجوكم ابقوا معنا، تفضلوا. تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، أقيمت الدورة الأربعين لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. كان المهرجان السنة دي برئاسة الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني الأستاذ الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، واللي بتشرف الحقيقة بلقائه الآن. أهلا بيك معنا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أمير. كلمني عن مهرجان فنانة نيلي، وكانت مكرمة الفنانة نيلي تحت اسمها وتحت شرفها، كلمني عن هذا المهرجان تحديدا واللي أقيم في الفترة من 1 لـ5 أكتوبر. هو المهرجان بيحمل رقم 40، ولما تيجي تبص للرقم هتلاقيه رقم ضخم، يعني هو ما فيش مهرجان في المنطقة العربية كلها عدى رقم 40 غير القاهرة واسكندرية، والحمد لله ان الاثنين نشأوا عندنا في الجامعه المصريه لكتاب ونقاد السينما. يعني القاهره بتديره او بتشرف عليه وزاره الثقافه دلوقتي، واحنا ايضا بترعانا وزاره الثقافه. الدوره نيلي نجمه مهمه، ايقونه من ايقونات الاستعراض في تاريخ الفن المصري يعني. فلما فكرت فيها الحقيقه هي اعتذرت في البدايه، فبدات ادور على وسايط وبتاع، ومين طب مين قريب منها، مين له كلمه معاها بتاع حاجات كده، لغايه ما فعلا اتوفقنا وقعدت انا وهي واتكلمنا واتفقنا وكده. والحقيقه الحمد لله كان اختيار صائب، يعني وجود نيلي اضفى على المهرجان بهجه غير عاديه، وكان الاقبال الجماهيري عليها مش طبيعي. كان الحضور من الفنانين كان شكله ايه، واستقبالهم لنيلي كان شكله ايه؟ بص زي ما قلت لك هي ايقونه، وبالتالي هي ايقونه وسط جيل اجيال جديد، في اجيال كتير يعني، في 3 أجيال على الاقل ظهروا بعدها او 4 أجيال، فبالتالي هي بالنسبه لهم او هم بالنسبه لها هم مشاهدين، وهي بالنسبه لهم هي ايقونه الفن فعلا. فبالتالي كان اللقاء جميل. بالعكس عايز اقول لك انه مش بس الفنانين والجمهور والنقاد والصحفيين، كل الناس كانت فعلا سعيده بوجود نيلي في الدوره الأربعين. يعني مهرجان بيستمر من سنة 79 حتى الآن، عمالقة وأسامي كبيرة جدا عدت على هذا المهرجان في رئاسته. كلمني على التسلسل ده لغاية لما وصلوا للجميل العملاق أمير أباظة. مش بس في رئاسته الحقيقة، في رئاسته، في الفنانين اللي بيتابعوه، في النجوم اللي حضروه. عايز أقول لك كل نجوم السينما المصرية بدأوا في مهرجان اسكندرية. يمكن مهرجان القاهرة لأنه هنا في العاصمة وكل الناس موجودة في العاصمة، فبالتالي يعني أي حد فاضي بيجي يحضر فيلم، بيجي يحضر مناسبة ويمشي، يحضر افتتاح. لكن في اسكندرية كانت الناس إقامة كاملة. فأنت عايز أقول لك كل النجوم، ممثلين، مخرجين، مؤلفين،
كل صناع السينما بيجتمعوا اسبوع كامل في اسكندرية، وكان المهرجان الوحيد اللي بيوفر هذه الميزة في وقتها. فبالتالي كان وجود هذا العدد من النجوم كان بيبدأ منه صناعة افلام كتيرة وصناعة سينما كبيرة يعني. نرجع للأساتذة اللي تشرفت باننا يعني توليت بعدهم. بدأت بالأستاذ كمال ملاخ مؤسس الجمعية من 79 لغاية 84، في سنتين لم يقم المهرجان 81 بسبب رحيل الرئيس السادات، و80 كانت ظروف اقتصادية بحتة. توقف بعد كده، وتوقف من 84 من 85 يعني اتعمل 84. كان الأستاذ كمال ملاخ خلاص يعني حصلت مشكلة بينه وبين عبد الحميد رضوان وزير الثقافة وقتها، فوقف المهرجان وخد مهرجان القاهرة للوزارة. من 84 من 85 لأنه 84 اتعمل، 85 و86 و87 ما تعملش المهرجان. جاء الفنان فاروق حسن وزير الثقافة فقابله الأستاذ كمال واتفقوا على أن المهرجان يعود. توفى الأستاذ كمال في 87، فتأجل المهرجان ما تعملش برضو. الأستاذ أحمد الحضري عمل الدورة اللي بعده اللي هي 88. دي كانت أول دورة أحضرها أنا بقى يعني، حضرت الدورة الخامسة للمهرجان سنة 88. الأستاذ الحضري مسك من 88 ل 97. 98 و99 كان الأستاذ رؤوف توفيق. 97 و 98 99 و 2000 و 2001 أستاذ محمد صالح. 2002 الأستاذ مصطفى محرر. 2003 الدكتور محمد كامل الأليوبي. 2004 و 2005 رجع الأستاذ رؤوف توفيق تاني. 6 و 7 و 8 الأستاذ إيريس نظمي. 9 الأستاذ خيرية البشلاوي. 10 الأستاذ ممدوح اللي سوى رئيس الجمعية، من مسك الجمعية أول مرة بعد اعتقد مسك الجمعيه كان قبله بعد الاستاذ رؤوف توفيق مسك سنه 2000 الجمعيه تقريبا. لا ده محمد صالح في 99 و2000 و2001 مسك 2002 ممدوح الليسي، لكن مسك رئيس مهرجان هي دوره واحده اللي هي 2010. قبل 11 الاستاذ نادر عدلي، 12 الاستاذ دكتور وليد سيف، من 13 لغايه النهارده الحمد لله انا اللي موجود. 13 كان من اخطر واهم السنوات اللي اقيم فيها المهرجان. 2013 يعني حقيقي مرت عليا ظروف في غايه الصعوبه، في غايه الصعوبه مش لا تمام طيب في غايه الصعوبه فعلا في الفتره دي، لانه انت بتتولى المهرجان في شهر نص شهر 5 ودخل عليك 30 يونيو، وبعدين فتره صعبه جدا بقى، مظاهرات واعتصامات وحاجات كده غريبه، حصار دولي على مصر وحظر تجوال حياة كانت صعبة جدا. وكان في إصرار غريب إن احنا نعمل مهرجان. والحقيقة صاحب الفضل الأول والأخير بعد الله سبحانه وتعالى في إقامة هذه الدورة كان اللي هو طارق مهدي. وأنت كان لك دور في الحكاية دي. لما قلت لك أنا عايز الراجل ده فقلت لي ده صاحبي فتواصلت معاه وروحنا قعدنا معاه. لا يعني الفضل يروح لحقه لأهله يعني. فعملنا في ظرف صعب جدا 2013. 14 كانت برضو الأمور يعني أحسن شوية. جينا في 20 كورونا، يعني دايما عندنا مشاكل في يعني، بس الحمد لله بنتغلب ونعدي والمهرجان مكمل. يعني عايز أقول إنه في 20 في 21 بقى لا 20 الكورونا يعني كان في الجونة قبلنا حالات إصابات كتير وحاجات كده، وإحنا بنشتغل في ظروف صعبة، في مهرجانات اتلغت في الوقت ده. والحقيقه وقتها تواصلنا مع وزاره الصحه، بعتت وفد كامل برئاسه مستشار وزير الصحه وقتها، وعايز اقول ان احنا كنا تحت رعايه صحيه غير عاديه في الوقت ده. والحمد لله خرجت الدوره بسلام يعني. كلمني عن تفاصيل الدوره، مين فاز وايه اخبار لجان التحكيم، كلمني عن كواليس الدوره. الدوره الأربعين. طبعا الدوره الأربعين دوره مختلفه تماما يعني. عايز اقول لك يعني هو كلمه مختلفه المفروض تتقال على كل دوره، بمعنى انك انت ما تكررش نفسك، ما بتعملش حاجه ما تكررش الحاجه مره تانية. حتى لو نفس المسابقات بس لازم الشكل، لازم المضمون يختلف. فدوره نيلي دي دوره غير عاديه، اولا لانها الأربعين، ولانها بعد 50 سنه من انشاء الجمعيه المصريه لكتاب ونقاد السينما، او 51 سنه دلوقتي. فكان لازم بد من اهتمام بيها. عملنا مسابقات جديده يعني، عملنا لاول مره مسابقه لافلام الاطفال وسينما الاطفال. الحقيقه الطفل المصري مظلوم سينما في السينما يعني، مظلوم بشكل مش طبيعي. لدرجه انه كان في مهرجان لسينما الاطفال في القاهره توقف من حوالي 4 سنين. وبالتالي وجود مهرجان للاطفال، انا شخصيا بادعو انه يكون في مهرجان لسينما الاطفال في كل مدينه يعني، ما كانش في كل قريه. مش بس عروض، لا عروض وورش والناس يعني حاجات كتير قوي، في زخم ثقافي كده موجود متواصل. فعملنا فعلا مسابقه الطفل، وتواصلنا مع مدارس كتير في اسكندريه، الكل رحب.
وكان في اقبال غير عادي عليها من المدارس. وعملنا العروض مش في قاعة واحدة، في قاعتين، يعني قاعة في وسط البلد وقاعة في سموحة. فالمسألة كان فيه إقبال غير عادي عليها. عندنا مسابقة الشباب، شباب مصر من العام الماضي، برضو إقبال غير عادي. فبالتالي كان فيه زخم في الحضور الجماهيري، سواء في الافتتاح أو الختام أو حتى في العروض، كل العروض، حتى بالنسبة للأفلام الطويلة اللي هي دول البحر المتوسط. رجعنا مسابقة الفيلم العربي تاني. أقصد أقول لك إنه في الوقت اللي الدنيا الأسعار بترتفع وإن الميزانية ثابتة وإنت يعني عندك ضغوط، بنزود مسابقات وبنعمل وبنجيب ضيوف زياده، وربنا اللي بيسترها بصراحه. الحمد لله رب العالمين. كانت دوره جميله جدا السنه دي الحقيقه، وزي ما شفنا في وسائل الاعلام، انا ما حضرتش بنفسي لكن انا شفتها في وسائل الاعلام كلها، كانت جميله ما شاء الله، حاجه مشرفه لمصر كلها. الحمد لله. الحمد لله. اسمح لي نطلع فاصل سريع، تقرير سريع عن المهرجان ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. اتفضل. الله على الجمال، ايه الجمال ده، ما شاء الله تبارك الله. 40 مره، 40 دوره في دورته ال 40 المهرجان، يعني اتعمل 40 مره بغض النظر عن السنوات اللي في النص اللي وقع فيها في خمس سنوات. يعني اخر دوره ما اتعملش فيها كانت سنه 90 عشان حرب الخليج. بعد كده لم يتوقف في كل الظروف السياسيه اللي تعرضت لها مصر. ما شاء الله. يعني خبره في اداره المهرجانات دي، مش اي حد بيقدر يعمل مهرجان. يعني احنا بنشوف مهرجانات كتيره جدا جدا بغض النظر عن الاسماء يعني، لكن بيبقى في مشاكل دايما في ادارتها. ايه اهم المشاكل اللي انت قابلتها وتغلبت عليها ازاي في هذا المهرجان؟ بص، هي المشاكل الفنيه مقدور عليها. في التضخم بقى وارتفاع الاسعار والحاجات دي بتفرق كتير مع اي موازنه يعني. فيمكن دي مشكله اساسيه بالنسبه لنا. لكن احنا السنه دي عندنا نقاط مضيئه كتير قوي. يعني مسابقه الاطفال زي ما قلت لحضرتك من شويه، في ورشه اتعملت لسينما الاطفال. عملها مخرج فرنسي اسمه باتريك جورج. باتريك عامل 52 فيلم، الفيلم من دقيقتين لاربع دقائق، وخد الافلام دي وعرضهم في احد مدارس القاهره والاسكندريه. وشكل لجنه تحكيم الاطفال، الاطفال قعدوا اتفرجوا على الافلام فاختاروا منهم فيلم. لا، اللي اكبر من كده جاي. الاطفال اتفرجوا على ال 52 فيلم واختاروا فيلم من بينهم شايفين ان ده الافضل. والفيلم كانت احداثه بتدور في مدرسه. فالمخرج صور الفيلم بالاطفال المصريين زي ما صوروا قبل كده بالاطفال الفرنسيين. عاد تصويره مره ثانيه، عاد تصويره بيهم هم. هو الفيلم هم اللي اختاروه، فبالتالي حابينه فعملوه. وعايز اقول لك الاداء كان عالي جدا، كانهم بيمثلوا طول عمرهم ما شاء الله. والفيلم اتعرض في حفل الختام. يعني دي فكره لطيفه جدا من مخرج جه قدم فنه، وفي نفس الوقت طب قولوا لي رايكم. فلما قالوا رايهم اختاروا، لما اختاروا هو خدهم هم يمثلوا نفس الفيلم. فالفكره الطفل لما يعمل ده كله على فكره جميله وجديده، لانها اول مره السينما التفاعليه دي. دي اول مره، دي فعلا اول مره في المهرجانات المصريه ان المشاهد المصري يبقى هو بعد كده بطل الفيلم ويعاد انتاجه مره ثانيه. ده صحيح. وده ده اطفال صحيح. يعني انت عملت نقاط فنيين صغيرين كده. لا ده كمان، لا عايز اقول لحضرتك، انت عروض الاطفال اولا انت بتربي النشأة على انهم يشوفوا سينما. ويتابعوها ويحبوها ويعيشوا معاها، بدل ما يتربوا في خواء وفضا وفراغ وكده وما يطلعوا في النهايه يعني في سكك ثانيه خالص. فانت على الاقل بتاخد بتمهد للاولاد من الصغر انه تعالوا في فن جميل، تعالوا نشوفه سوا ويحبوه ويمثلوه ويعملوه. فده بالنسبه لي شيء، ده ماكس، ده اكبر مكسب يمكن تحقق في المهرجان السنه. ما دخلتهمش اعضاء في الجمعيه الاطفال؟ يا ريت. ما هو نواه وبذره لنقاد فنيين وكتاب سيناريو بعد كده. والله عايز اقول لك فعلا فرصه جميله، وان شاء الله تتكرر في السنوات اللي جايه. في ورش ثانيه للاطفال برضو بتعمل، بس ملهاش علاقه بالسينما بشكل مباشر، بس في فنون الطفل بقى والعاب الطفل وكده. وعملناها مع اكاديميه الفنون. ان شاء الله السنه الجايه برضو هيبقى باتريك موجود وفي مدارس ثانيه، ويعمل برضو ويعرض افلام ثانيه ونصور افلام ثانيه بالاطفال. اعتقد ده بالنسبه لي انا شايف ان ده مكسب كبير جدا. ضيف على ده بقى حضرتك مسابقه شباب مصر، دي سكه ثانيه خالص. شباب مصر؟ احنا السنه اللي فاتت بدانا. عارف اقول لحضرتك، احنا المهرجان كان مسابقتين قبل انا ما استلمه، كان مسابقه الافلام الطويله البحر المتوسط ومسابقه الفيلم القصير، كان وقتها اسمها مسابقه افلام الديجيتال، لانه كان لسه الديجيتال مش منتشر زي الوقت يعني. لما انتشر الديجيتال بقى وبقى هو كل الحياه يعني، فغيرنا اسم المسمى المسابقه، مسابقه الديجيتال، سميناها مسابقه افلام الطلبه. اكتشفت ان كل المهرجانات في مصر وفي دول تانية كتير بتعمل مسابقة افلام الطلبة. فالسنة اللي فاتت قلت لا اغير اعملها مسابقة شباب مصر. ليه شباب مصر؟
هي الفكرة هو الفن، السينما فن الشباب عادة، لكن أنا بتكلم في ليه عملت ده، ليه واتوسعت. توسعت لأن أنا فتحت الباب قدام المؤسسات والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والإنتاج المستقل، ده غير أفلام الطلبة كمان. فده ادالك زخب اكبر، لدرجه انا عايز اقول لحضرتك السنه دي مثلا كان عندنا حوالي 250 فيلم، اخترنا منهم 50 فيلم، والمفروض كان يكونوا اقل من كده بس ما كان صعب. يعني عايز اقول لك اللجنه مثلا المسابقه ليها 3 افلام 3 جوائز، فوجئت بلجنه التحكيم عايزه تقعد معايا، ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا الافلام اكتر، يعني الافلام اللي تستاهل اكتر بكتير من الثلاثه، نزود الجوائز. قلت لهم ما ينفعش، يعني في لائحه وبتقول لا يجوز تنصيف الجوائز، فلازم نحترم اللائحه. طب ايه الحل؟ قلت له اعملوا تنويه، اعملوا شهادات تنويه للافلام اللي انتم شايفينها تستحق. فعملوا 4-5 شهادات كمان. فعارف يعني ده يعني النجاح جميل، ولما يكون عندك هذا الكم من الافلام الجيده ده بالنسبه لك شيء عبقري، لكن كمان عندك قانون انت اللي وضعه لازم تحترمه، اللي هو انك انت ما تزودش عدد الجوائز. كلمنا عن الندوات اللي كانت موجوده وكان حضورها شكله ايه، وايه الموضوعات اللي تم تناولها في هذه الندوات. في ندوات نوعيه بعيدا عن حتى من ندوات المكرمين او ندوات الافلام، يعني انت عندك كل فيلم بتعمل له ندوه، سواء الافلام الطويله او القصيره، الاطفال او الشباب، كل الافلام، مسابقه البحر المتوسط، مسابقه الفيلم العربي اللي بتحمل اسم الاستاذ نور الشريف، كل ده موجود وكل ده بيتعمل له ندوات. المكرمين معمول لهم ندوات سواء المصريين او العرب او الاجانب. لكن احنا عملنا 3 ندوات نوعيه اعتقد هما الاهم بالنسبه لي. اول ندوه اللي هو شعار المهرجان، اللي هو السينما الرومانسيه او الشعار السلوجان بتاع السينما تصنع الحب. احنا عملنا استفتاء لاختيار اهم 100 فيلم رومانسي، ولم نكتفي، بمعنى ان احنا خدنا الماده دي كلها النتيجه اللي طلعت وحطيناها في الكمبيوتر، تعالى يا عم صنف لنا الحاجات دي وحلل لنا المضمون، عملنا تحليل مضمون او تحليل محتوى. التحليل ده طلع منه نتائج مبهره، يعني لما تعرف ان مثلا السيده فاتن حمامه لها 19 فيلم من 100، فرقم كبير، تتفاجئ انه واحد زي الاستاذ وحيد فريد مدير التصوير 30 فيلم في المية. يعني انت ده الراجل ده، الراجل ده مش ممكن، يعني يعني مفيش حاجه فلتت منه. وهتبص بقى تلاقي سعاد حسني 13 فيلم. عملنا تحليل المضمون ده، عايز اقول لك فرق كتير. عملنا ندوه بقى وناقشنا في النتائج اللي طلعت، كان في اقبال غير عادي عليها، ومهم قوي انك انت كنت تعمل ده لان ده السلوجان الرئيسي للمهرجان. ثواني، تحليل المضمون ده جه على طبقا لقواعد موجوده قبل كده برامج ولا بالذكاء الصناعي؟ لا لا للاسف هو طبقا لقواعد الاكسل والحاجات القديمه. لكن طبعا الذكاء الاصطناعي احنا ناويين السنه الجايه ان شاء الله نشتغل، هيبقى تيمه رئيسيه معانا في المهرجان. يعني احنا بدانا من دلوقتي نفكر في اللي جاي، فان شاء الله هيكون تيمه رئيسيه معانا في المهرجان، وعندنا مفاجات كتيره قوي في الدوره اللي جايه. على فكره الذكاء الاصطناعي ممكن في بعض الاحيان يكون خطر على صناعه السينما. هو خطر على الحياه نفسها، مش على بس صناعه السينما. عارف انك انت يعني سهل قوي انك انت تزيف حاجات كتير، تغير في شكل حاجات كتير، تغير في مضمون حاجات كتير. يعني المساله محتاجه ضمير كبير قوي عشان تقدر تتعامل معاه. فاضعاف النفوس ممكن يستغلوه استغلال سيء. والناس السويه اكيد هتعمل منه انجازات كبيره. اهم النقاط اللي لاحظتها والمتغيرات او الجديد اللي انت لاحظته بعينك في المهرجان، سواء كان من حضور او من ضيوف او من الفعاليات الموجوده. الاقبال كان غير عادي بالنسبه للاطفال وللشباب وللكبار كمان، يعني في كل قاعات العرض كان في ازدحام غير عادي. لكن اللي لمسته قوي، اللي حسيته قوي، لما عملنا حفله لتكريم بعض فناني الاسكندريه. احنا كرمنا حوالي 20 فنان من اسكندريه، وده عدد كبير جدا. بس هما 20 واحد من المظلومين، من المهضومين، من مجوش القاهره، فهم هناك في اسكندريه نجوم والناس تعرفهم، لكن الجمهور العام ما يعرفهمش. فكانت لفته لطيفه جدا، وعايز اقول لك انها لقت صدى عندهم غير عادي. عايز اقول لك القاعه كانت مليانه يعني بشكل مش طبيعي. كمان بصيت لي، يعني عايز اقول لك على السوشيال ميديا بقى، هم عملوا احتفالات كل واحد واسرته واهله واصحابه، كان في احتفالات غير عاديه بالمسابقه دي. وان شاء الله نكررها السنه الجايه ونبدا التكريمات برضو تانيه لمجموعه تانيه لم تكرم، سواء اللي موجودين. عايز اقول حتى اللي في اسماء رحلت وكرمناهم. الاسماء اللي رحلت دي برضو الاسر كانت في غايه التاثر وفي غايه البهجه بانه ذويهم بيتكرموا بعد ما رحلوا يعني. فاعتقد ان دي لمسه كانت مطلوبه قوي لفناني الاسكندريه ورموز الاسكندريه. حددتوا السنه الجايه هيكون على شرف مين او باسم مين الدوره القادمه؟ على اسم مصر، تقدر تقول تقدر تقول متشائم يعني. لا طبعا، يعني طبعا في افكار
يعني انا ممكن اقول لك السنه الجايه هنحتفل بمواليد الاستاذ سعد الدين وهبه مثلا. يعني في حاجات ممكن اقولها، لكن في حاجات انا ممكن بشتغل عليها النهارده وممكن بكره تطلع حاجات تانية تخليني اجل حاجه واقدم حاجه، لانه انت على طول احنا هقول لك حاجه. السنه اللي يعني انا عاده بشتغل 13 شهر في السنه مش 12. يعني قبل الدوره دي ما تبدا اللي هي الأربعين بشهر عملت زياره للسفير التركي واتفقت معاه على انه تركيا موجوده معنا، عملت زياره للسفير السعودي وعلى ان السعوديه ضيف شرف. فاقصد اقول لك ان يعني السنه اللي فاتت بقى قبل الدوره الأربعين، يعني السنه في 39 قبلها بشهر برضو رحت قابلت سفير ايطاليا وعملنا ايطاليا ضيف شرف اللي هو اتحقق فعلا في الدوره الأربعين. فاحنا بنشتغل فعلا بدري مش ففعلا 13 شهر مش 12 شهر. الكاتب الصحفي الكبير والسيناريست والناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، رئيس جمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان إسكندرية لدول البحر المتوسط السينمائي، طبعا شرفتني ونورتني وربنا يوفقك. نجاح عظيم على مدى 40 دورة، نادرا ما يمكن أن يكون هذا النجاح متواصل بهذا الشكل الحقيقة لمهرجان مهرجانات السينما. بشكرك جدا، شرفت اسم مصر، مشرفين مصر دايما، أنتوا كل أعضاء فريق العمل اللي كان موجود معك في هذا المهرجان، وبشكرك مرة تانية وألف شكر على تشريفك لنا. أنا اللي بشكرك وبشكر البرنامج وبشكر جمهور اسكندرية العظيم اللي كان فعلا ملتف حوالين المهرجان، بشكر كل مسؤول دعم المهرجان، بشكر الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة، بشكر الدكتور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بشكر الهيئة الإقليمية لتنشيط الهيئة القومية لتنشيط السياحة وزارة السياحة مصر الطيران. الحقيقة يعني مش عايز أقول أسماء كتيرة لأن ده فعلا يستاهلوا شكر كتير جدا، بس فعلا عندنا أسماء كتير داعمين كبار. أتمنى أن المهرجان فعلا يستمر بالصورة اللي نتمناها جميعا، لأنه اسم اسكندرية كبير قوي وتستحق مهرجان فعلا يكون أكبر من كده بكتير كمان. لا هو كبير على فكرة، هو كبير الحمد على لله. شكرا جدا يا فندم على تشريفك لينا وألف شكر مرة تانية. أرجوك استمر، أرجوك استمر. شكرا. مشاهدينا دي كانت أول فقرة عندنا النهاردة، الفقرة القادمة إن شاء الله عن الأروع والأقوى والأكبر على مستوى العالم، المتحف المصري الكبير. بعد الفاصل أرجوكم ابقوا معنا.